نظم اليوم الثلاثاء بتكنة الحرس الملكي بالرباط حفل بمناسبة الذكرى 57 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وبعد تحية العلم تمت تلاوة الأمر اليومي الذي وجهه بهذه المناسبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود. حافظوا رعاكم الله على هذا التاريخ العطر الذي سطره أسلافنا بمداد الفخر في حب الوطن والتضحية من أجله، أوفياء للمبادئ السامية والقيم العليا التي تأسست عليها القوات المسلحة الملكية، ومعتزين بانتمائكم لهذه المؤسسة العريقة، مخلصين دوماً للعرش العلوي المجيد ولرباط العهد المقدس الذي يجمعكم بقائدكم الأعلى، سائلين العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحققوا ما نصبوا إليه من خير ورفعة لبلدنا العزيز، مستنيرين بشعاركم الخالد الله الوطن الملك، وحرر بالقصر الملكي بالرباط في 6 مايو 2013 الإمضاء محمد بن الحسن. وإثر ذلك وبنفس المناسبة قام قائد الحرس الملكي الجنرال دو ديفيزيون ميمون المنصوري بتوجيه عدد من عناصر الحرس الملكي الذين أنعم عليهم جلالة الملك بأوسمة ملكية. كما جرى خلال هذا الحفل تنظيم استعراض عسكري متميز شاركت فيه مختلف التشكيلات التابعة للحرس الملكي.